لا، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شاكر لكم في هذه البطولة على الجمهور وأيضا على أبنائي الأعزاء قسم الإعلام. احنا دائما نقول عدم يعني تخوفهم أن هذه المهنة قد تندثر أو قد تكون يعني في آخر الركب بالنسبة حق الإعلام. أبدا، طول ما هو موجود ديمقراطية وهناك الصحافة، هذا جزئين يعني متكاثفين، واحد يشيل الثاني. في مشكلة، نعم في مشكلة موجودة في القسم، وهذه المشكلة قاعد نعالجها في هذا الوقت ب يعني التخصصات اللي موجودة بالنسبة حق الصحافة. نستغل بعض الأمور اللي توضيحية للطلبة. الصحافة موجودة في كل هيئات وزارات، سواء عسكرية أو مهنية أو غير ذلك، موجودة أيضا موجودة عندك أنت يا الشخص الآن. حتى لو كنا يوم من الأيام راح تمحي الصحافة الورقية، أنت كشخص يعني لابد أنك تعرف أساليب العمل الصحفي في أنك تعرض مشاكل المجتمع، تحاول حلول هذه المجتمع، الطروحات أو الأفكار اللي يقدمها سواء كان من الشباب أو من المفكرين أو من السياسيين اللي موجودة، كيف نطرحها بأسلوب إعلامي، بأسلوب سلس، بأسلوب يوصل إلى عدد كبير من الجماهير. هذه كل هذه الأساليب وطريقة الكتابة نتعلم في شعبة الصحافة، مما يدعم أيضا شعبة العلاقات العامة وأيضا الإذاعة والتلفزيون. لأهمية التحرير، في قبل كم سنة حطينا في كل شعبة اسم التحرير الإعلامي يعني، وأخذنا أيضا مادة الخبر، تحرير الخبر ومصادره، يعني عملناها على جميع التخصصات اللي موجودة. يعني جزء كبير جدا من أبنائنا يتعلمون الصحافة ويروحون تخصصات أخرى، ما في مشكلة. يعني أنك تأخذ عندك يعني مثل ما نقول توب ايجر، ما في مشكلة. لكن الأمر اللي قاعد يعني دار الآن والتخوف، مثل ما ذكر الدكتور فواز العجمي، أن الطلبة ما يتابع المواد اللي موجودة، فيظن أن المادة الصحافة أو المواد الصحافة اللي قدام راح يأخر بالنسبة حق التخرج. أبدا، إحنا الأعداد اللي موجودة عندنا مقياس، وهذا طبعا نشكر عمادة القبول والتسجيل ونشكر عميدة كلية الآداب في التعاون معنا في هذا المجال، ان احنا نشوف الماده اللي تفتح الماده الجديده كم طالب فيها موجود، اعداد الطلبه، عشان نقدر نفتح هذه الماده. فاذا كنا اعداد الطلبه في البدايه عدد كبير جدا، ابدا عمر هذه المواد ما تتوفر. لكن هذه مشكله نعالجها داخل القسم، لكن بمفهوم عام الصحافه سوف تبقى، حتى لو انتهت الورقيه تبقى الصحافه الالكترونيه، وكل الاساليب يعني مماثلة. اللهم في اختلافات بسيط في طرح الأفكار وطرح المواضيع وطريقة الكتابة، وكما يعلم يعني المختص في هذا المجال. لكن الأساسيات والأساليب والطرق هي طرق واحدة، وما في تخوف أنه راح تنتهي الصحافة سواء كانت في جامعة الكويت أو في دول العالم كلها. أهم ركيزة على أي قسم إعلام في هذا الكون هو العمل الصحفي، هو التحرير، هو الكتابة، وهذا ما نقوم أنا وزملائي الأفاضل في قسم الإعلام في الأداب جامعة. دكتور مناور، بالنسبة للكويت تحولت نسبة كبيرة من الإعلان لوسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون، الأمر الذي أثر على الصحف الكويتية وجعلها تتبنى سياسات انكماشية، كيف ترى ذلك؟ أنا اللي اسمح لي طبعاً احترامي يعني لرؤساء التحرير، عشان كل التعامل في 2005 2006 2007 كنا نتعامل مع صحافة فعلا ملك الجمهور. يعني صحافة كان سواء كان رئيس التحرير أو مدير التحرير أو سكرتير التحرير كان ياخذ أبناء الطلبة يدربهم. توسعت الصحف يعني، ومثل ما نقول احنا القوة الفنية توزعت بين هذه الصحف، فأصبح يعني تأثير الجريدة خف أو مثل ما نقول أقل، خاصة تواكب مع هذا الصدور الصحف الجديدة أيضا التكنولوجيا والإعلام الجديد. لكن في بلدنا الكويت الحبيبة
تأثير الصحافة الورقية كان يعني أثر الصحافة الورقية لها تأثير كبير جدا في المجتمع وما زالت للآن. السوشيال ميديا أيضا ما زالت موجودة. وإذا بنقيس التأثير نقيسها بالنسبة حتى الإعلانات، يعني أقل من 50% من الصحف، أقل من 50% فقدت، أكثر من 50% أصلا الصحف بالنسبة حتى الإعلانات. نعم. فقدت أيضا أكثر من 50% بالنسبة حتى العدد الورق اللي تطبعها، فقدت أكثر من 50% دكتور مناور بالنسبة حتى المسترجع. فلذلك أثر الإعلام الجديد، نعم في الكويت أثر الإعلام الجديد تأثير كبير جدا على صحافتنا. لا تبقى الصحافة الكويتية هي القائمة طول ما عندنا ديمقراطية وعندنا على الشعب واحد. رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي كنت معنا، فشكرا جزيلا لك.